فاكر لما السنة اللي فاتت؟ حاجة صعبة؟ يعني سريعا نراجع عليها سريعا كده بالمكونات الأساسية. الصوت واضح؟ إلى حد ما. يعني فيها هوا ولا إيه؟ لا تمام. قلنا التغذية الذاتية أكتر حاجة فيها عملية البناء الضوئي، وقلنا اللي بيقوم بعملية البناء الضوئي كان مين؟ مين؟ لو اللي بيقوم بعملية البناء الضوئي في النبات، النبات شوفي الأوراق اللي فيها جواها البلاستات الخضراء اللون الأخضر اللي فيها كان خضار وفلفل في حاجات أخرى مختلفة، وقلنا البلاستات الخضراء شكلها تحت الميكروسكوب عامل إزاي؟ الميكروسكوب الضوئي. كان شكلها كعدسة محدبة، وإنها محدبة عشان تجمع أكبر قدر من الأشعة الضوئية، وده بيزود الكفاءة بتاعتها أو القدرة على القيام بعملية البناء الضوئي. تمام؟ وقلنا الميكروسكوب الإلكتروني بقى، إحنا شفنا في التفاصيل التفاصيل، عملنا زوم شوية ودخلنا جوه أكتر أكتر، هنبص هنشوف إن هي من بره بتتكون من غشاء خارجي مزدوج، وفي حاجة اسمها نخاع أو استروما، وفي حاجة اسمها أقراص الجرانة اللي هي أصلا أغلب الشغل بتاع عملية البناء الضوئي، وفي حبيبات نشا ممكن نحتاجها عشان لو في طاقة أو حاجة محتاجينها عشان ننقل سكر من مكان إلى مكان. حبيبات الجرانة منتشرة في النخاع بتاعنا بتاع البلاستيدة، شكلها حاجات حبيبات قرصية متنظمة بشكل معين جوه البلاستيدة في شكل عقود، يعني مرصوصة كده زي العقد جنب بعضها، وقطر الحبيبة بتاعتها نص مايكرون وسمكها حوالي 7 من 10 مايكرون. كل حبيبة بتاعتنا من حبيبات الجرانة حوالي 15 قرص أو أكتر مرسوم فوق بعض، القرص مصمت ولا مجوف. أقراص الجرانة مجوفة ولا مصمتة؟ اسمعت مجوف، فاضية من جوه، فاضية من جوه، فاضية من جوه، وده وممتدة كمان خارج حدود كل واحدة عشان تزود مساحة السطح المعرض للضوء، وجواها شوية أصباغ هي بتمتص الطاقة الضوئية عشان نقوم بعملية البناء الضوئي. وقلنا عندنا أربع أصباغ أساسية في البلاستيدة، كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء وزانسوفيل وكاروتين. كلوروفيل ألف لونه إيه؟ أخضر مزرق أخضر مزرق، كلوروفيل باء أخضر أصفر، زانسوفيل أصفر ليموني، كاروتين أصفر برتقالي، وقلنا إن اسمه كاروتين اللي هو الكاروت اللي هو الجزر، وما ننساش اللون بتاعه إن هو أصفر برتقالي وبرضه زي البرتقال، والسوفان دي الحاجات اللي هي كلها ملونة باللون ده. خلاص؟ طيب الغالب في اللي عندنا في البلاستيدة أو في النبات بتاعنا الأخضر هو اللون الأخضر، وده بسبب ارتفاع نسبة أصباغ كلوروفيل، يقصد بها كلوروفيل ألف وباء اللي هو الأخضر المزرق أو الأخضر المصفر، اللي نسبتهم حوالي 70% من الصبغة. وقلنا في حاجة اسمها زانسوفيل 25%، وفي الكاروتين 5%. الكلوروفيل نفسه دوره إيه في النبات؟ أو أهميته إيه؟ إن هو بيقوم بامتصاص الطاقة الضوئية اللازمة لعملية البناء الضوئي، فهو دوره زي حاجة تمتص كده وتشفط إيه الضوء. طيب بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجات كتير معقدة كده، سي 55 اتش 72 او 5 ان 4 مغنيسيوم. المغنيسيوم الذرة دي بيقول لك هي بيعتقدوا ان هي لها قدرة على امتصاص الضوء. خلاص؟ ثمار الفلفل بتاعتنا مثلا، الفلفل عندنا منه الاخضر والاصفر والبرتقاني والاحمر، ده حسب نسبة الصبغة اللي جواها زانسوفيل كاروتين كلوروفيل وهكذا. في فلفل تلاقي فيه كذا لون في بعضه، صح؟ وهكذا. ده كان جزء بتاع المرة اللي فاتت. النهاردة بقى احنا قلنا قاعدين نقول الأوراق الخضراء هي بيحصل فيها عملية البناء الضوئي جواها بلاستيات وكلام من ده. طب عايزين نعرف بقى تركيب الورقة نفسها. لو خدنا كده حتة ورقة، ورق دي ورقة نبات اهي، وخدناها قطعناها من جنب كده وخدنا فيها قطاع عرضي وبصينا عليه، الورقة في العادي بتاعنا، الورقة في العادي عبارة عن زي الحاجة اللي أنا بص عليها، بشرة عليا وبشرة سفلى.
زي ما تبص على الحاجة زي الورقة كده، أي ورقة معانا زي أي ورقة، ورقة الكتاب بتاعك، ورقة كراسة، أي حاجة، يبقى لها وش من فوق وش من تحت ولها سمك. السمك بتاعها هنا كله ماشي واحد إلا في منطقة معينة اسمها منطقة العرق الوسطي أو الوسطي اللي هو في النص، وأكيد شفتها في كل النباتات. في معظم الأول في معظم النباتات بيبقى فيها تعرق متوسط. فاكر لما كنا بنقول السنة فاتت تعرق متوسط أو راحي أو الكلام ده؟ يعني نفس الكلام. هاخده بقى واكبره تحت الميكروسكوب واخد قطاع عرضي، فهلاقي متكون من كذا طبقه تحت بعض سبحان الله، ومنطقه اللي هي القطاع الوسط اللي في النص دي هنلاقيها مختلفه شويه. فمن بره بتكون فيها حاجه اسمها كيوتين، ده تغليظ او حاجه كده، ماده زي مناعه لتسرب المواد، وماسكه الطبقه اللي بره دي كلها فين؟ في طبقه البشره العليا اللي هي الحته بتاعه النبات، الوش الخارجي الاولاني ده. لو قشرته هلاقي تحتيه حاجة اسمها نسيج عمادي زي العواميد، واحنا خدنا أنواع الأنسجة السنة اللي فاتت بالتفاصيل صح؟ نسيج عمادي ثم نسيج اسفنجي، يعني في مساحات فراغ هواء في النص، حتى هو بيقول لك وبينهم وبين بعض في فراغات هوائية، يعني المنطقة البيضاء دي فراغ هواء أو فجوات هواء ماشي. تحت ذلك طبقة تحت بقى اسمها بشرة سفلى، يبقى عندنا بشرة عليا وعكسها بشرة إيه؟ سفلى. أما نيجي ندخل منطقة الوسط، منطقة الوسط دي يعني أهم منطقة في الورق. ليه بقى؟ هي المسؤولة عن نقل الماء والغذاء. إزاي؟ منطقة الوسط فيها هنا دي منطقة الخشب ومنطقة إيه؟ اللحاء. الخشب اللي كان بينقل إيه؟ المية. اللحاء اللي كان بينقل إيه؟ الغذاء. يبقى مهمة ولا مش مهمة المنطقة دي؟ طيب تحتيها نسيج برانشيمي. نسيج برانشيمي كان ميزته نقودته على التجدد، ان هو يحافظ على الحاجه بتاعتي، او لو حصل اي مشكله يقدر يجدد تاني، ونسيج له قدره على التجدد والحركه، ونسيج ايه مرن. ثم نسيج كولانشيمي في تغليظ شويه شويه حتى المنطقه الغامقه دي، ده مغلظه ماده البيجين مثلا او اي ماده، بحيث انها تدي دعم للنبات، الورقه ما تبقاش سايبه نفسها كده، لا تعرف تمسك نفسها او تتحرك او تكون مواجهه للضوء، او بعض النباتات بتحرك نفسها ايه عشان تجمع اكبر قدر من الضوء. هنا في البشره السفلى يوجد ما يسمى بالثغره او الثغور جمع ثغر، في فتحه هنا ايه ودي فتحه تانية اهي شايفها، على جانبي الثغره او الفتحه او الباب زي الحارس حاجه اسمها خليه حارسه يمين وشمال، عشان لما تحب تقفل او تفتح. هنعرف فايدتها ايه كمان شويه الثغور دي. تمام، يبقى احنا خدنا الورقة فيها بشرة عليا وسفلى وبينهما نسيج عمادي ثم سفنج. في قلب الورقة في المنطقة الوسطى يوجد نسيج اسمه نسيج الخشب واللحاء، وتحتهم نسيج برانشيمي عشان يمدهم بالغذاء والأكل ويجدد الحاجة اللي هي اللي تبوظ منهم، لأن نسيج الخشب واللحاء أنسجة غير حي زي ما خدنا السنة اللي فاتت. ثم نسيج كولانشيمي تحته شوية بيديله دعم وإيه؟ وصلابة. في منطقة تحت هنا خالص اللي هي المفتوحة أو فتحات اسمها الثغرة أو الثغور، وعليها خلايا حارسة حاجات تفتح وتقفل حاجة النبات، عايز تطلع مية زيادة أو تبرد النبات فترات فترات حرارته ماشي. في الطبقة الخارجية من فوق حاجة تحمي النبات إنه ما يفقد المية والتبخير في الحرارة الشديدة من مادة اسمها كيوتين. جوه بين الخلايا الإسفنجية أو النسيج الإسفنجي في فجوات هوائية لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، ممكن نقول كمان شوية سبب ماشي. يبقى التركيب بالنسبة لنا بقى سهل ولا صعب؟ انت بتقولي كده على السريع؟ يعني كل التراكيب انت فهمتي؟ قول انا ساعتها. ايوه الورقة لها طبقة خارجية، طبقة فوق وطبقة تحت، بشرة عليا وبشرة ايه؟ سفلى، ما بينهم نسيج عمادي ونسيج اسفنجي، خلاص كده؟ على الطبقة العليا في حاجة مغلظة أو مادة عازلة اسمها الكيوتين، عشان تمنع تبخر الماء والحاجات اللي جوه الورقة. تحت في خلايا حارسة وفي ثغور،
الصخور دي لا بتفتح وبتقفل حسب حاجة النبات، إنه يخرج مية أو ما يخرجش. في منطقة الوسط أو القطع الوسطى، الحتة اللي إحنا بنشوفها بارزة أوي في الورقة، في عندنا هنا أهو في خشب وفي لوحاء، وتحتهم أنسجة برانشيمية، وفي نسيج كولانشيمي يدعم الورقة نفسها ويكسبها الصلابة بتاعتها. خلاص بس مش أكتر من كده في الورقة دي كلها. نيجي بقى لتركيب البشرة الورقة بالتفاصيل. أولا عندنا الناس البشرة، اللي قلنا البشرة العليا والسفلى بيسموها إبيديرمس مع بعض، اللي هي الطبقة الخارجية بتاعتنا، بتتكون من إيه؟ خلايا برانشيمية برميلية الشكل، ملتصقة مع بعضها شبه البرميل، متلاصقة مع بعضها، تخلو من الكلوروفيل. تخلو منين؟ الكلوروفيل. الطبقة اللي بره دي مش فيها كلوروفيل. طيب الجدار الخارجي بتاعها مغطى بطبقة الكيوتين، قلنا عشان تبقى مادة عازلة أو حامياها من أي حاجة تانية، ما عدا الثغور اللي تحت، اللي هي في المنطقة اللي تحت دي خالص كده، بتفتح وتقفل، دي معلهاش إيه؟ كيوتين. النسيج المتوسط أو النسيج الميزوفيلي، اللي هو إحنا قلنا اللي هو الطبقة العمادية أو الإسفنجية، ده بنسميه إيه؟ النسيج المتوسط أو الميزوفيلي. ده الحتة اللي في النص بين البشرة العليا والسفلى، جوه العروق بتاعة الورقة نفسها، العروق الخطوط اللي إحنا بنرسمها دي كده، دي بتمشي جواها. الطبقة العمادية عمودية، اسمها عمادية كأنها زي العمود كده جنب بعض، مرصوصة عمود وبهذا الشكل. تكون من صف واحد من خلايا نوعها إيه؟ برانشيمية مستطيلة الشكل، تتزاحم خلاياها بين الفيبريستات الخضراء، تترتب في الجزء العلوي منها عشان تستحمل أكبر قدر من الأشعة الضوئية أو ضوء الشمس. إنما الطبقة الإسفنجية تحت العمادية، خلايا برضو نوعها إيه؟ برانشيمية غير منتظمة الشكل، فيها مسافات إيه؟ واسعة، بينها مسافات فاضية. تحتوي خلاياها على بلاستات إيه؟ خضراء أقل من الخلايا العمادية. يبقى الاتنين دول أول مرة نقول إن فيهم إيه؟ بلاستيدات. فيهم إيه؟ النسيج الوعائي. النسيج الوعائي ده يتكون من حزم وعائية عديدة تمتد داخل العروق والعريقات اللي هي الحاجات الصغيرة، وتوجد الحزمة الوعائية الأساسية بتاعتنا فين؟ في العرق الأوسط اللي إحنا قلنا كبرناه وقعدنا نبص عليه، اللي هو بقى في قلب الورقة. أنا رسمت الورقة كده وشفتها قطعتها، ده العرق الوسط أو الأوسط. الحزمة الوعائية بتاعته بتتكون من إيه؟ ما أي ما أقول كلمة حزمة وعائية معناها إما خشب أو لحاء أو الاتنين مع بعض. فهنا الخلايا الخشب أو أوعية الخشب صفوف، ما بينهم خلية برانشيمية ماشي، برانشيمية الخشب، واللحاء تحت الخشب ناحية الورقة لتحت، ناحية مين؟ الورق الورقة. وقلنا اللحاء وظيفته توصيل المواد الغذائية المهضومة أو المتكونة أو الأكل اللي اتكون، إن هو يروح يتخزن في مكان التخزين أو يوديه لجميع أجزاء النبات. إنما الخشب كان بينقل مين؟ المية. واحد من وظيفته نقل الغذاء أو الأكل، والتاني ده وظيفته نقل إيه؟ المية. ده موجودة فين؟ في منطقة العروق والعريقات، موجودة جوه العرق الأوسط بتاع الورقة نفسها، اللي هي المنطقة التخينة دي ماشي؟ طيب إذا تم الكشف عن عنصر المغنيسيوم في ورقة، أول ما ذكر عنصر المغنيسيوم أعرف إن هو بيسأل عن إيه؟ عن كلوروفيل صح؟ كلوروفيل معناه إن هو موجود فين؟ في بلاستيد. معناها إن هي موجودة فين بقى؟ في أنهي طبقة؟ العليا ولا السفلى؟ سفلى. لا، هو قال لك لا بشرة عليا ولا سفلى. المنطقة الوحيدة اللي قلنا فيها يعني حاجات خضراء كانت المنطقة العمادية طبعا والمنطقة الإسفنجية، وقلنا المنطقة العمادية أكتر صح؟ تمام، يبقى دي إجابتها الطبقة العمادية، وده سؤال فعلا كان موجود في البحيرة السنة اللي فاتت. مدى صحة العبارتين التاليتين؟ تغطى بشرة النبات بالكامل بطبقة الكيوتين، ويقل سمكها في النباتات الصحراوية. ما صحة هذه العبارتين؟ الأولى غلط، ليه؟
عشان مش بالكامل، مش مش بالكامل، بالكامل. ما عدا الثغور، صح كده؟ تمام. ويقل سمكها في النباتات الصحراوية، بيزداد سمكها، لا بيزداد سمكها، فيبقى بيزداد الاتنين عشان غلط. بالظبط، هو بيزداد عشان ما يحاول يعني يحافظ على أكبر قدر من النبات من المية، فما يتفقدش مية، فالعبارتين أصبحوا إيه؟ خطأ. قعدنا نقول بعملية البناء الضوئي، عملية البناء الضوئي، عايزين بقى نعرف إزاي أو إيه عملية البناء الضوئي اللي إحنا بنتكلم فيها دي. أول واحد وضح مصدر الأكسجين، ودي الميزة، أكبر ميزة في عملية البناء الضوئي اللي إحنا أصلا يعني عايشين شبه عليها سبحان الله، اللي هي بتكون لنا بناء الأكسجين، هو العالم الأمريكي فانيل. فهو كان بيدرس بكتيريا سباتية الكبد الخضراء والأرجوانية، واكتشف منها إن هي أو مصدر الأكسجين بيجي من عملية البناء الضوئي. البكتيريا دي أصلا منها خضراء، فبتقوم بعملية البناء إيه؟ الضوئي. ليه هي الحاجات دي؟ هنعرف دلوقتي. اشمعنى البكتيريا الكبريت الأخضر أو الخضراء والأرجوانية؟ لأن البكتيريا دي، وأنا قلناها أوتوماتيك خضراء، يبقى هي زيتية إيه؟ التغذية. عندها كلوروفيل بس مش نباتي، نوعه بكتيري أبسط شوية من الكلوروفيل العادي، وإنها بتعيش في الطين البلك والحاجات دي، فعندها كبريتيد الهيدروجين. الهيدروجين ده ممكن نستخدمه في اختزال ثاني أكسيد الكربون وتحرير الكبريت، فبالتالي بيطلع إيه؟ عارف المصدر، فيطلع ثاني أكسيد الكربون والناحية التانية يطلع مواد كربوهيدراتية والكبريت هيكمل. ازاي؟ افترض ان الضوء بيعمل تحليل كبريتيد الهيدروجين الى هيدروجين وكبريت في تفاعلات ضوئيه عن طريق البكتيريا. لما يكون عندك ده الرقم الرمزي بتاعنا اللي هو اسمه كبريت الهيدروجين اللي هو H2S، هتحلل الى مكونات الاساسيه H2 والS، والباقي وزن المعادله ما عندناش مشكله. الكبريت ده اصلا غاز فهيطلع ريحه، والهيدروجين برضه غاز، بس احنا دلوقتي حللناه باستخدام طاقه ضوئيه وكلوروفيل البكتيريا. ما وقفش عند هنا، قال لك الهيدروجين الناتج بيختزل ثاني أكسيد الكربون لبناء المواد الكربوهيدراتية. يعني خد الـ H2 مع ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في عملية اختزال أو أكسدة، حسب ما بيقولوا بقى في الكيمياء، أكسدة عكس الاختزال، هنا اختزال، هيطلع لي مين؟ C6H12O6 اللي هو إيه؟ جلوكوز، سكر. أو سكر، أيا كانت الحاجة بتاعتنا يعني، مواد كربوهيدرية، طلع معاها المية كناتج إضافي. لو جمعنا المعادلتين دول على بعض يا هيم، عشان أطلع بمعادلة واحدة أجمعها في حاجة واحدة، فخد هنا ثاني أكسيد الكربون مع كبريتيد الهيدروجين باستخدام طاقة الكلوروفيل، الطاقة الضوئية والكلوروفيل اللي موجود، كان الناتج النهائي معايا كربوهيدرات أو سكر ومية وكبريت. تمام. يبقى ده اول واحد قال لك ان الاكسجين ده جاي منين؟ من عمليه البناء الضوئي بسبب اتحاد الخطين اللي هو مش شايفهم دول. قال هنا، قال ان الاكسجين مصدره عمليه البناء الضوئي، هو اوضح مصدر الاكسجين المنطلق في عمليه البناء الضوئي جاي منين. جرب مثال، كان المثال بتاعنا اللي هو الكبريت، بكتيريا الكبريت الخضراء والارجواني. خلاص تمام. النبات الخضراء بقى بالقياس على هذا الموضوع، قال لك انت عندك ميه، الميه ده ما تحدد باستخدام طاقه الكلوروفيل والضوء، طلع لي مين؟ اكسجين. هناك بيطلع ايه؟ كبريت، صح. طيب الهيدروجين اللي طالع ده اهو استخدمناه في اختزال ثاني اكسيد الكربون، برضه طلع لي مين؟ سكر او كربوهيدرات ومين ومي، جمعهم على بعض أصبح عندي ثاني أكسيد الكربون أهو والمية، وطلع عندي أكسجين في الآخر. كان هناك بيطلع مين؟ كبريت، صح كده؟ يبقى الأكسجين اللي طلع ده ناتج منين؟ من عملية البناء الضوئي. وافترض بقى إن اللي طلع ده أهو من المية أو قال المية هي مصدر أكسجين في النبات الخضراء، زي كبريت الهيدروجين كان مصدر الكبريت في البكتيريا بتاعتنا. نقول الجملة دي تاني في الآخر خالص بعد ما خلص ملاحظاته، افترض إن المية هي مصدر الأكسجين في نبات الخضراء، زي كبريتات الهيدروجين كان مصدر الكبريت في بكتيريا الكبريت. تمام.
فاهمة الكلام ده؟ هو قال كده فرضية فقط، هنتوقف عند ذلك؟ لا، ما دام افترضت يبقى انت عندك احتمالية تكون صح او تكون ايه؟ غلط، يبقى لازم نحاول او ان العلماء حاولوا يثبتوا صحة النظرية دي، ان النظرية بتاعته اللي بتقول ان الماء هو مصدر الاكسجين المتصاعد في عملية البناء الضوئي. عملوا ايه بقى؟ جامعة عملية كاليفورنيا 1941، حاولوا يجربوا وجربوا طحلب الكلوريلا الخضراء، الكلوريلا الخضراء، وفروا كل الظروف يكمل. جربوا أول تجربة، استخدموا، خدتوا حاسمة نظائر في الكيمياء، سمعت عن حاسمة النظائر قبل كده؟ هو نظير العنصر. اه، حاجة شبهه بس في اختلاف في عدد الكتلي، او الحاجة نفس العدد الذري بس عدد الكتلة بتاعته مختلف، ناقص او زايد واحد. اه، فهي ده مثلا الاكسجين معروف ان هو O16، بدلناه بO18. حلو الكلام ده. اما جربه، خدت انا حتخليت الاو دات في اللي موجود فين، في الميه، جيت اشوف الاكسجين اللي طالع، لقيته طالع من اون هو 18، يبقى اصبح ان الاكسجين اللي جاي جاي منين؟ من الميه. جاي منين؟ من الميه فوق O18، وجت احلل الاكسجين اللي طالع لقيته O18، مع ذلك ان الاكسجين ده جاي منين؟ من الميه. هو حتى هنا اهو بالتالي بصيغه المعادلات O18، الاكسجين اللي طالع هنا ايه؟ O18. جربوا تجربه تانية، استخدموا ميه عاديه مع ثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2، يعني في اكسجين اهو، صح كده؟ لا، الاكسجين اللي طالع اكسجين فيه ايه؟ اوكي، 16 و18. لا، طلع 16. المره دي ثاني اكسيد الكربون اللي فيه O18، الميه العاديه هنا يعني O16، لقى ان الميه اللي طالعه او الاكسجين اللي طالع فيه O16 اهي، دي ميه اهي O16، ده اللي طالع مين؟ O16 برضه. انما ثاني اكسيد الكربون 18 ما طلعش معانا، طلع فين؟ في السكر او الكربوهيدرات بتاعنا. اما نجمع التجربتين على بعض هنعرف او نتاكد ان مصدر الاكسجين المنطلق من عمليه البناء الضوئي هو الماء وليس ثاني اكسيد ايه؟ الكربون من الميه. والميه في الغالب ياخدها منين يا هام؟ من الطرق من التربه. يعني لو الميه فيها مشكله النبات هيبقى هيطلع اكسجين برضو فيه مشكله. نكمل. قال لك النظائر هي أشكال من العنصر الكيميائي لنفس العدد الذري زي ما قلنا من شوية، ولكنها تختلف في عدد الكتلي اللي هو مجموع البروتونات والنيوترونات داخل النواة، ولذلك الاختلاف في عدد النيوترونات فيه بتختلف. فالأكسجين ده هو ثلاث نظائر مستقرة O16 17 18 كلهم وردي. نشوف بقى، نجرب كده تجربة. الشكل المقابل يوضح نواتج عملية البناء الضوئي لكائنين واحد واثنين، هو ده وده. إذا علمت أن كائن واحد ذات التغذية يعيش في أحد المستنقعات الملحية الغنية بعنصر مين؟ الكبريت، والثاني كائن ذات التغذية يعيش في التربة الطينية، فأي ما يمكن أن يمثل صاد ولام على الترتيب في ضوء مدرسة؟ صاد ولام، توقع يكون يبقى إيه؟ هيكون في أكسجين، تمام، فهنستبعد جين. ماشي. الجيم خلاص كنسلناه، أكسجين ومية، وهنستبعد المية، فهنستبعد ألف، مش محتاجين مية في حاجة زي ما كنسلنا التاني والكبريت في واحد بس، فهتبقى باء. بالظبط كده. ليه بقى؟ لأنه قالك ده عايش فيها فياخد منها، طبيعي بيبقى عايش في مكان يبقى متأقلم معاه ويقدر يعيش فيه، فناخد منه الكبريت. التاني تربة طينية، يعني تربة عادية، بياخد ايه؟ أكسجين من المية بتاعتها. يبقى الإجابة بتاعتنا دال كبريت وأكسجين. لا، أبا ايه؟ ب مش اللي هو ده المشترك بينه. لا، عايش في عنصر الكبريت فيطلع كبريت، عايش في عنصر الكبريت يعني بيطلع كبريت بس لم زي مش بك. عنصر فكريت. اه، دي انا دماغي صاد وعين.
معلم مش عنصر كبريت. ده كبريت. سوري، ده الإجابة بقى، بس أنت مركز. ده جلوكوز، بقسط جلوكوز، ولام بالنسبة لنا هي أكسجين. بس هو لو كان اختار صاد وعين كانت تبقى طبعا دي دال. صاد وعين. تمام. أي الرسومات البيانية التالية توضح العلاقة بين الكبريت المترسب واي في مياه المستنقعات ونسبة تواجد البكتيريا الأرجوانية إكس المتواجدة فيه؟ أي بقى العلاقة بينهم؟ فردية. في علاقة طردية. الكبريت هنا بمثابة الأكسجين، أكنه أكسجين، فهو وجوده في أكسجين، والبكتيريا الكبريت فهي بتعيش على الكبريت، يعيش على الكبريت، يبقى كل ما الكبريت بيزيد هي البكتيريا بتعيش وبتبقى متوفر لها الأكل والغذاء فهتزيد بهذا الشكل كده. تمام. عند استخدام ثاني الكربون بين عنصر الأكسجين O18 في عملية البناء الضوئي، فأي مائل سيحتوي على نظير الأكسجين O18 في عملية البناء الضوئي؟ مين؟ و18 نرجع بقى نبص عليها تاني. أهي دي كان أهي طالع معايا ده، وطلع معايا مين؟ ده يبقى موجودة في المية والسكر، تمام كده؟ أو كربوهيدرات. جلوكوز وماي لو الإجابة مين؟ رقم بقى. ب خلاص كده؟ نتوقف هنا ونكمل المرة الجاية؟ لسه فاضل جزء صغير، نكمل المرة الجاية ونحل عليه أسئلة إن شاء الله. حاجة صعبة النهاردة؟ لا تمام. نراجع كده على السريع. النهاردة خدنا تركيب الورقة. الورقة عبارة عن بشرة عليا وبشرة سفلى وبينهما نسيج عمادي وسفنجي، ويوجد نسيج الخشب واللحاء ونسيج برونشيمي وكولانشيمي وهكذا. النسيج العمادي فيه بلاستات خضراء أكتر من النسيج الإسفنجي، صح ولا غلط؟ صح. الحزم الوعائية والأنسجة الوعائية موجودة في أوعية الخشب وموجودة في أوعية اللحاء. عملية البناء الضوئي، أول واحد وضح إن مصدر الأكسجين المنطلق من العملية الضوئي هو كان عالم أمريكي فان نيل، واستخدم في دراسته البكتيريا الكبريت الخضراء والأرجوانية اللي استخدمها عشان يزيد التغذية وتستطيع تكون غذاء بنفسها وتعيش في الطين والبركة والحاجات دي والمستنقعات، وتقدر تستخدم الحاجات اللي موجودة في البيئة عشان تحرر الكبريت عشان تقدر تعيش. النبات الخضراء نفس الكلام، بس بتستخدم المية وتحلله الهيدروجين والأكسجين. الهيدروجين بتختزل بثاني أكسيد الكربون وتكون مواد كربوهيدراتية وتكون مية كناتج ثانوي. المعادلة النهائية بتاعتنا إن الأكسجين بيتكون. فان نيل هو أول واحد أثبت أو افترض إن المية هو مصدر الأكسجين بتاعتنا في النبات الخضراء، زي ما كانت الهيدروجين هو مصدر الكبريت في بكتيريا الكبريت. حاولوا يثبتوا صحة النظرية، أثبتوها بالفعل لما استخدموا نظير الأكسجين واستخدموا مية فيها نظير الأكسجين O18 بدل من 16. اتفاجئوا أو لاحظوا إن الأكسجين اللي طالع عندنا هو كان من نوع النظير اللي هو الـ O18، ويحطوا معادلة التفاعل واستنتجوا في الآخر إن مصدر الأكسجين المنطلق هو الماء وليس ثاني أكسيد الكربون. عشان يتأكدوا مثلا عكسوا الموضوع وحطوا الأكسجين اللي هو 18 في ثاني أكسيد الكربون، طلع في موجود في الكربوهيدرات والمية، والأكسجين اللي طالع طلع 16 زي ما هو. وبس كده النهاردة، فأثبتهم إن في الآخر إن مصدر الأكسجين المتصاعد هو مين؟ الماء وليس ثاني أكسيد الكربون، الماء، يعني ياخدوا منه التربة بتاعته. بس بكرة المرة الجاية إن شاء الله نكمل من عندهم عن تفاعلات الضوء ولا ضوء. تمام.